طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال عن هذه الآلة الجميلة جداً، آلة الحرب. هي العزف عليها صعب، يعني احنا بنشوف انه ما فيش كتير متخصصين فيها. الحمد لله احنا عندنا في الكونسرفاتوار عندنا اربع فصول، يعني احنا اربع اساتذه وعندنا فوق ال 15 طالبه، وده عدد هل ده عدد كبير؟ يعتبر كبير؟ طبعا طبعا عدد لا باس به، وكلهم متميزين، والعدد الكبير ده خلاني انا اتبنى مشروع. طب انا عايز اسالك سؤال هنا برضو، هم كلهم فتيات؟ احنا بناخد، وده سؤال ده سؤال، احنا بناخد بنات، يعني هي يعني ده اختيارهم؟ ده لا، يعني احنا لما بنقعد كاساتذه بننقي المتقدمين بنختار بنات. ليه؟ هم اشطر؟ بصي، هو هي زي ما تقولي بقى تراديشن كده في المعهد انه القسم الهارب يدخلوا بنات، يعني تقاليد، يعني في هي بقت تراديشن. بس هو طبعا ده مش معناه انه الرجاله ما بيعزفوش هارب، وللمفارقه يعني الـ دلوقتي اللي بيسيطر على عالم الهارب في العالم واللي هم فعلا عندهم اسامي كبيره رجاله دلوقتي، عكس ما يحدث عكس. يعني بس هو الفكره ايه؟ انه في الات الماجوريتي او يعني الغالب فيها بيبقى عنصر نسائي، وآلات تانية الغالب فيها بيبقى عنصر رجالي. يعني مثلا لو بصينا للآلات اللي هي النفخ النحاسي زي الترومبون الترومبت، الآلات دي هتلاقي فيها فعلا الأغلبية رجالة. الهارب الأغلبية فعلا ستات، بس ده مش معناه ان مفيش رجالة بتعزف، لا طبعا في رجالة بتعزف ومهرة وشاطرين جدا. والله يمكن يعني يمكن في السنين القادمة نتحمس وناخد ولاد ونشوف. بس هو احنا كمان عندنا نقطة انه ال 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 في الاخر الولاد دول بيبقوا عايزين يطلعوا عندهم مستقبل وناس تقدر تشتغل ودخل. الهارب جايز يكون في مشكلة شوية في الحكاية دي، انه اولا عشان يشتري آلة غالية، احنا بنتكلم في $20,000، ده البدايات، يعني ده السيمي بروفيشنال، يعني ده يا دوبك الآلة اللي تقدري تستخدميها. يعني حضرتك بتقولي $20,000، يعني ده معناه ان احنا بنستورد هذه الآلة طبعاً من الخارج. يعني لا نصنعها في مصر اصلا. اصنعها ليه؟ الماركت، ما هو لازم في الاخر عشان تصنعي لازم يبقى في سوق. يعني هتصنعي ومين اللي هيشتري؟ ما فيش سوق يعني. هم وعلى فكره على مستوى العالم هم 3-4 مصانع يعني اللي بيصنعوا الاله دي، وبيصنعوها بالطلب. يعني مش ما فيش محل تخشيه تقولي انا عايزه اشتري هارب، مش موجود. انت لازم تروحي وتعملي اوردر للاله، ما هياش متاحه.